ويكفي قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. الله يتولاهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، وإذا كان الله يتولاه، الله أكبر، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم طاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت هو الذي يزين لك الخطيئة فيطغيك فيها، يزين الخطيئة فيطغيك فيها، هذا الطاغوت. فإذا كان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجل جلال الله، مين إن الذين آمنوا اللي الله بيخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بتخاف، بتخاف من الله، توجل، يوجل القلب، يعني يقشعر الجلد ويخشى أن ينظر الله إليه على خطيئة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حقا الله ذكر المؤمنون حقا، أظن بآيتين من القرآن، هاي الآية وبآخر سورة الأنفال بآخرها: أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن حق، الذاكر لله. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.